يقدم معرض مراعي تشكيلة واسعة من مختلف الفصائل الحيوانية، بالإضافة إلى العروض المتنوعة التي تم استحداثها في هذا الموسم، ما ساهم في استقطاب آلاف الجماهير منذ اليوم الأول لانطلاقته. سماء زرقاء ومراعي خضراء وحيوانات جميلة ولافتة ذات فصائل متعددة يتعرف عليها الجمهور في معرض مراعي، حيث يتم عرضها بأسلوب مشوق ولافت. هذه الحيوانات تأسر العيون بجمالها وتنطبع في الأذهان لروعتها. الواحد يحتاج على الأقل 4 ساعات إلى 5 ساعات، خاصة إذا كان عنده أطفال. العروض جميلة، والسنة حاطين عرض الموروث الشعبي، وأنا يعني جدا سعيد على هذا العرض لأنه يذكر أبنائنا ما يغمون به الأجداد والآباء من قبل. معرض مراعي هالسنة 2019، طبعا أنا حضرت العام الماضي 2018 وحضرت هذه السنة. العام حضرت مرتين، وهالسنة إن شاء الله بعد نوفق للحضور المرة الثانية إن شاء الله. صراحة المعرض مستهدف إلى جميع الفئات العمرية، خاصة العوائل والأطفال، متنفس إلى جميع العوائل يعني، ولا جميع الفئات، خصوصا الشباب والعوائل يقدرون يحضرون مثل هذه الفعاليات. معرض حلو وممتع، ويعني مناظر الواحد كان يحن إلها ويتفرق يشوفها، علشان هي كانت يعني زمان في الأماكن البعيدة، في الصحراء، في يعني، فإنه لما بيشوف الحاجات قدامه يتمتع في منظرها ويتمتع في الطبيعة اللي الله خلقها إله. مشاركات محلية وعالمية وعروض حية تقدم للجمهور في أوقات مختلفة، بمشاركة ناشونال جيوغرافيك في ركن خاص بالعالم الافتراضي للحيوانات أبهرت الحضور بتقنياتها العالية، بالإضافة إلى ركن مخصص للدجاج الزينة وآخر لطيور الكناري، فضلا عن المعرض الفني المصاحب والذي يقدم عروضا حية للرسم والنحت والعروض التراثية ومسرح الطفل. تواجدنا في مملكة البحرين، والمعرض صراحة جدا جميل، في الحياة الفطرية والحياة الريفية مثل ما يقولوا، وصراحة فرصة ما تفوت. مراعي مكان جميل يعني، وهالسنة في توسعة كبيرة، فيه حيوانات عالمية، حيوانات نادرة أول مرة نشوفها، ونجي مع الجهال ونراويهم مرة واحدة ونستانس احنا وياهم وهم يستانسون، وإن شاء الله نتمنى في السنوات القادمة يعني نشوف توسعة أكبر ونشوف حيوانات بعد عمرنا ما شفناها إن شاء الله في هذا المكان. مجموعة من الفقرات والفعاليات التي تقام لأول مرة في معرض مراعي، والذي استطاع منذ انطلاقته الأولى أن يكون الوجهة الأبرز لمختلف فئات المجتمع للاستمتاع بكل ما يتم تقديمه في المعرض من عروض حية وفقرات مسلية. الفقرات المتنوعة والعروض العالمية في معرض مراعي أضفت جوا من البهجة والمرح الممزوج بالمتعة والتشويق، فأسعدت الجمهور ورسمت البسمة على محياهم. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.